والاعتذار من شيم العظماء إذا كانوا لا يميزون بين من أخطأوا عليه. أخطأت على طفل تعتذر، أخطأت على امرأة تعتذر، أخطأت على خادم تعتذر، أخطأت على زميلك في العمل تعتذر، أخطأت على أي إنسان تعتذر. بعضنا من هوانه وذله ما يعتذر إلا للكبير للمدير، لكن زميله في العمل لا ما يعتذر، ما بقى إلا أنت ويا وجهك أعتذر منك. يخطئ على امرأته هو معها 20 عام وفي كل يوم يصبح بخطأ ويمسي بمثله، وما عمره قال يما فلان والله إني أخطأت عليك، أطلب العفو، أطلب الإعذار، أطلب أن تحلليني. قال أنا كرجل أعتذر من امرأة؟ ويلا لك يوم القيامة إن لم تعتذر ويقبل عذرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، لأنك إذا ما اعتذرت اليوم فإنك غدا لو اعتذرت لما قبل عذرك. المفلسين يوم القيامة أحيانا قد أخطأوا ولكنهم ما اعتذروا وبقيت حقوق الناس في ذممهم، الحقوق المالية والحقوق المعنوية.